السلام عليكم مربياتي العزيزات. هذا الفيديو بالنسبة للاحتفال ديال السنة الجديدة، وضعت لكم أفكار كلها مصنوعة من الكرتون والبابي كريبون. خليت لكم الجباري تما غادي تشوفوه، يعني غادي تخطوه على حسابه غير الكرتون والجباري. بالنسبة للجزء الثاني فيه البلاستيك أسود، وفيه البابي ألمنيوم بالنسبة للنجوم، وبالنسبة للهلال من الكرتون، وكل شيء ملصق في السقف ديال القسم. بالنسبة للبلاستيك الأسود وضعنا تحت منه كرتونة، علبة ديال الكرتون هي اللي جالسين فوق منها الأطفال، والقطن والمصابيح صغيرة فوق القطن، والأفكار كلها بينا. ونتمنى إن شاء الله الفيديو يعجبكم، ولايكيو واشتركوا. نتمنى يكون الاشتراك كتير في هذا الفيديو واللايك كتير. شكرا لكم، خرجة ممتعة.